السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرت في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا بكم جميعا، احنا في جبهة كيسروني ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية، الخيرات تنور الجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى في المملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 18 شهر 3 2022، بدينا عدد الناس تمواق حبابتو أنا تنعرفهم من زمان، الناس مخيرة واللحمة حمراء واللحمة زينة كي تشوفوا معنا هاد الخيرات تبارك الله في جمعة قيسر عند صاحبنا. شحال الخيرات لي؟ شحال؟ 1200 خلعتيني صافي قلتي 13 هو كان مقيوب 1200 وفيت يا كثير 1200 وفيت تيقولوا الدراري هنايا في جمعة كيسر قليم الصطاد. هاد الخيرات ويني لحمة حمراء واللحمة الزينة كي تشوفوا معنا. نحييو كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان، هما بحال بحال تيخدموا بحال بحال، كل شيء زين. الغلا جابوا الله شوية تدين، الغلا جابوا الله مصطفى. اه الحمد لله، راه قال لك حق من دلها تيعزها وحق من عزها تيدلها. كما تشوفوا الخيرات في جمعة كيسر، وهذا مصطفى راه لقيناه ما عرفت كيفاش ما 1200 قال 27 ريال. ها؟ صافي روندا. الله يسهل الله يسهل. وانت توسهلوا؟ واخا مرحبا. اي 60 درهم وبيعوا بكثر، مقيوم بكثر. خويا شرا الغدا يبقى لي في راسو. ها؟ شحال؟ 1255. وهادي خلاها واحد العافية. 168 مليون وثمانية وستين 85 كيلو 75 كيلو 75 عام. تبقى حسابات كل شيء فيه. وجا صافي اليوم دارها البقر. ايه واش غدير؟ هذا عادي ظرافات مليح، راجل زين كما تنشوفوا. شحال كرت اللي تقام عليك اليوم؟ 1255. غادي تشوفوا كرك الزار اليوم. اه بحال الماتش ديال الكوره ياك، بحال الماتش تاع الكوره تيقول لنا عادي. تبارك الله على سعادي، الله يسهل. السلام عليكم، اهلا بكم، ما فيكم ما تصوروا على هذا الحساب. كل شيء ربح، كل شيء زين، كل شيء زين كما قالوا الدراري. شارين الغلا كاملين واردين الغلا كاملين. شحال تبيعوا اليوم؟ 1200 1200 هما بحال بحال هادو احبابنا هنا في جمعة كيسر. واخا هو مقيوب 12 ولا اكثر، كلهم الكزرانيهم تيقول لك مقيوم ب 12 وكثر، كل واحد اش تيقول هنايا في جمعة كيسر. تبارك الله على عمي الجيلاني والجيلاني ومحمد العباسي الشاب الراجل المخيرين بحال بحال. تبارك الله محمد كي دايرت ياك بيك. امين يا ربي، الله يحفظك ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين والاحباب تاعنا في المكان. الجيلاني ضربوا عجل الجيلاني، عجل بنتي ليا جار واحد الضروبه. هذه انا شتك جار ضروبه بالك. شحال تبيع اليوم الجيلاني؟ 50 كيلو. شحال تقام عليكم تقريبا؟ 50 كيلو ولا 20. ما عرفت شحال فيه بكيلو باش نعرفوا شحال.
فات 1200 تيكون شي لالي فات 1200 نهار الثلاث نهار الثلاث حتى اليوم حتى اليوم تبارك الله على شي لالي محمد خويا ما تقولش لي الهضره اللي قال لي جا شي لالي قال لي فات 1200 وكذا قال لي فات 1200 وهذي تبارك الله على محمد ياك بخير بدا الصحة والسلامة يا شي وكي كان اليوم السوق عندكم الله يجعل البركة كسافة ورا النحل الله يحسن لك الله يكون بالعون اه اياك خليه اياك باقي ما مخلصيش تيقول لنا محمد الشاب العباسي هنايا في جمعة كيسر تيقول لنا باقي الكساب ما تخلصش بهذا الثمن وباقي ما تخلصش ما كاين حتى ثمن ما كاين رخاص لا كاين ثمن رخاص هذا هو كيما كان حيت الله يحفظك تتوقع القاضي محمد تتوقع النص يخدم والنص ما يخدم اللي شاف يقول لك الغلا خويا هذا الله يجعلك الله يحفظك شحال تقام تقريبا اليوم؟ تابع الناس اللي خاصته شي 20 كيلو وراه قريب الحال بارك عليك ها؟ الله يجعل البركه ما كاين بعد الله يسهل عليك الله تبارك الله على محمد الله يحفظك تحيه مرحبا لا طول عمر سيدي امين الله يحفظه لينا امين الله يجعل سيدي ربي دخل عليها دار رمضان بالخيرات امين يا رب امين يا رب امين امين الله يحفظك تحت الزيتون امين يا ربي هدي من هذا الرجل تدعى مع جلالة الملك شكرا لك ابو محمد قديم لجوج تبارك الله على ابو شعيب انت ابو شعيب تو ضربات انا راجل مخير تخدم هذا الشيء تبارك الله اللحمة حمراء واللحمة زينة كما تشوفوا معنا في جمعة كيسر هذا الخير وشحال مولي ابو شعيب اليوم؟ 60 درهم باش طيح وباش تبيع 65 درهم باش كنديرو 65 اليوم ابو شعيب الواحد اللي تقال لنا ب 65 درهم باش تبيع الله يسهل لك السي ابو شعيب هذا الحصاجي استوقف في جمعة كيسر طوف معاك مرحبا بي عندنا اليوم راه طيب عندنا تعال تبقي حيو او قرك مالك مارتش على الخرج تدق الله راه كساب راه كيدفع الحليب وفين رويزه ما جابوهاش لي رويزه ما جابوهاش لي ايوا راه عنده مع 30 بقره وشحال من واحد دابا راه تيشدوا في هذاك الشيء تاع رمضان ثاني درك ورا لينا منها قالب خوتا الرابعة ولا عطينا الرابعة وخوت القالب اسيدي هادو الناس خاصهم يتهلاونا بالكسابة ديالنا راه دابا تصن راه الكسابة راه هو البنك ديالنا حنا وكل جا عندنا الكسابة تصن فيها راه تضرب لعطلة من يحيد هذا البقر ويحيد الاخر البقر اش غادي يبقى في المغرب راه البادية راه خطانا حنا بقى فهمتي؟ اييه راه يحيدوا لنا قران هذا وهذا وهذا نحن مشينا بحال صافي راه السوق صباح علاش كيعمر؟ فهمتك هي؟ اه راه كيعمر على الرحبة ديال القلم والبقرة هي اللي ياك هي سمعوا الحساج ساسيكور قال لك تهلاو لينا في مالين البقر الكسابة خاصهم يعاونوه ها هما دابا تصوبوا معاك اليوم الله يرحمك شحال بعتي اليوم؟ اليوم راقد عندنا 1240 وبشحال تبيع فيه؟ 1200 ايوا حتى ها معاونين الكسابة ها ما اليوم غادي نعطيو اليوم صافي ايه احنا قلنا الكسابة يبقاو معمرين لنا الكوارع صافي ما بغيناش الخواو لا خواو لا الكسابة راه نمشيو نريحو معانا نربحو ايوا حتى بقيو مالك ب 11 1240 والله ما خصش 1240 عجل واش تبارك الله لحمته حمراء وزين لا ما نسيتوش الهضره انا هذيك الطلعه تشوف الطلعه تبارك الله زينه بعد ما نقول الحصيص 60 درهم باش غتبيع والله الا 60 درهم حنا 40 ريال اللي حنا على السقيه 12 قال لهم السي زيتون كي داير بخير ناشط قال لي اليوم عندكم القلا الغلا دابا ولحم ولا يتخام 13 وهي بقيو مع الكتاب 13 والله الا بايت على 1200 كلهم الكزارات وجمعة كيسر تيبكيو اليوم على ثمن تيكونوا هاد الخيرات كاين الثمن
نحيي أي مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا بكم جميعا. عقلتي عليا؟ أنا خويا تبارك الله. الأحمد بحال داك الشيء اللي كنت تخيط علينا فيه الصباح. مرحبا. ها هو تفضل. وياك ما عندكم الكلاتات ثاني. أنا الحرير. هيا شوية. بشحال تقام تقريبا اليوم؟ قام عينا ب 1220 ريال. وبشحال تبيعوا فيه؟ كنبيعوا فيه ب 1200. 1200 باش تبيعوا وتقام عليهم كما قال 12 و 20.